Morocco. What's a wonderful place. What's that? ما تخلاش مستر, ما تخلاش. It's just Ashura. It's time of Ashura here in Morocco. السلام عليكم. المغرب مؤخرا تحول لواحد الوجهه مفضله للسياح, خصوصا المشاهير منه. فمنذ سنتين تقريبا لاحظنا بشكل ملفت واحد المجموعه ديال المشاهير العالميين اللي زاروا المغرب وبارطاجوا الزياره ديالهم على الحسابات ديالهم في مواقع التواصل الاجتماعي, وهذا اللي كيشكل واحد الدعايه مجانيه للمغرب كوجهه سياحيه. الا خدينا مثلا المهرجانات الغنائيه اللي كتنظم في المغرب, فهي استقطبت واحد المجموعه كبيره ديال النجوم العالميين واللي بارطاجوا واحد المجموعه ديال اللحظات ديالهم هنا في المغرب على لي كونت ديالهم, بحال المغني البلجيكي ستخومي, أليسيا كي, جاستن تيمبرليك, وحتى جيزن ديرولو. واش هاد لي ستار كيجيو للمغرب كيتصوروا غير مع اتاي, ما كاينش حاجه اخرى يتصوروا معها؟ وما نساوش طبيعه الحال حتى داك لو بوز اللي دارت الفنانه جينيفر لوبيز, وما نساوش ايضا مهرجان مراكش الدولي للسينما اللي استقطب واحد المجموعه ديال الممثلين العالميين اللي بارطاجوا واحد المجموعه ديال الصور ديالهم في هذا المهرجان او في المدينه ديال مراكش. وهاد السنه كانت تميزات بالزياره ديال واحد المجموعه ديال الفرق الكرويه العريقه للبلاد ديالنا, مثلا الزياره ديال فريق ريال مدريد, الفريق ديال باريس سان جيرمان, وحتى الزياره ديال الفريق ديال انتر ميلان. وهاد الفنانين ديال برا غير كيجيو للمغرب كيبهاتوا في التصاور, كما ما كيوافق لهمش الما ديالنا. واغلب المغاربه تابعوا اللحظات ديال الوصول ديال هذه الانديه للمغرب عبر المواقع ديال التواصل الاجتماعي, وكيف ما كتعرفوا المغرب كان ديما واحد الوجهه مفضله للتصوير ديال الافلام السينمائيه الضخمه, وهذا اللي كان كيجلب واحد المجموعه كبيره ديال الممثلين العالميين اللي كانوا كيكتشفوا المغرب لاول مره, الشيء اللي خلاهم انهم يبارطاجيو هذه الزياره ديالهم مع لي فانز ديالهم. مثلا الممثل العالمي توم كروز, فان ديزل, جيمس فرانكو, وحتى الممثل العالمي داميان لويس. وما نساوش ان الاغلبيه ديال هاد الفنانين العالميين ما كيجيوش في اطار ديال المهرجانات او في اطار ديال التصوير, بل ايضا كيجيو لقضاء العطله ديالهم او حتى الاستقرار تماما في المغرب. مثلا كاين الفنان اوشار اللي حط في الانستغرام ديالو مجموعه ديال الصور الزياره ديالو لفاس, ما مغنيه كاتي بيري اللي نشرت واحد المجموعه ديال الصور ديالها لعيد ميلاد ديالها 30 بمراكش. وما نساوش ستيف او نجم جاكاس على الام تي في اللي نشر واحد المجموعه ديال الصور ديالو بالجلابه المغربيه, وايضا الممثل العالمي روبرت باتينسون نجم فيلم تويلايت اللي قام زياره اخيره للمغرب ونشر واحد المجموعه ديال الصور على التويتر الخاص به. اما ليدي غاغا فاعلنت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بها انها اختارت المغرب لاقامه حفل الزواج ديالها. اما الفنانه ماريا كاري ففي كثير من الاحيان كانت تتكلم على الحب ديالها للمغرب, الى درجه انها عندها غرفه خاصه بديكور مغربي, وحتى الابن ديالها سماته بسميه موروكو. Mon fils s'appelle Moroccan Scott, ça veut dire marocain. J'ai rencontré tellement de marocains charmants ces dernières années et puis mon fils s'appelle Moroccan Scott, ça veut dire marocain. C'est donc très important pour moi. وكتبقى الزياره اللي دارت البوز اكثر هي الزياره اللي قام بها مؤخرا كريستيانو رونالدو للمغرب, واللي خلقت واحد الضجه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي. هاي خويا ميسي فين غادي؟ وي خويا كريستيانو, لا غنمشي ندوز الويكاند حتى انا في المغرب. ها شوف رد بالك, تما راه اللي تصورتي معاها غتقول لك تغديتي وتعشيتي معاها, تزيد معاها التصويره الثانيه غتقول لهم تزوج بيا. ولكن اللي زاد خلق ضجه اكثر هو ان رونالدو ما كملش السيمانه وعاود ثاني رجع للمغرب, وهنا بداوا الاشاعات على الانترنت. هل يتزوج كريانو رونالدو فتاه مغربيه؟ هذا السؤال طرحه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. علاش كريستيانو رونالدو غادي يجي للمغرب خطبتي؟ حيت تخدم ليه شي مجمر في هاد العواش. اميكو شويه على كريستيانو تبقاو تجبدوا فيه, راه بدر هاري يسمعكم غينشر فيكم شي واحد. ايوا السؤال, المشاهير ديالنا فاش كيمشيو لبرا علاش هما ما كيخلقوش ضجه؟ الله اعلم. ايوا سنا شنقول لكم, قولوا باز وصافي, تلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.